قال نائب محافظ بني سويف عاصم سلامة إن محطة معالجة صرف قنبش الحمراء بمركز بيبا تخدم ما يقرب من 4 إلى 5 قرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بطاقة تصل إلى 30,000 متر مكعب في اليوم. وخلال جولته بمركز بيبا لمتابعة سير العمل في مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، حيث تفقد مشروع إنشاء محطة رفع للصرف الصحي قرية قنبش، والتي تتكون من محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار، وذلك ضمن 42 مشروعا بالقطاع بنطاق المركز. لو بنتكلم على مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف، احنا بنتكلم على 1616 مشروع موزعين على مركزي بيبا ونصر. النهاردة كنا في جولة ميدانية لتفقد نسب الإنجاز في مشروعات حياة كريمة في مركز بيبا. نزلنا تفقدنا المشروعات اللي موجودة في الوحدة المحلية لقرية قنبش. الحمد لله كان في عندنا مشروعات محطات معالجة ومحطات رفع، الحمد لله نسب الإنجاز فيهم بتتجاوز 30 و40% بالنسبة للإنشاءات. بالنسبة لمحطة معالجة قنبش، دي محطة كبيرة وضخمة بتخدم حوالي 4 أو 5 قرى بطاقة حوالي 30,000 متر مكعب في اليوم. بالنسبة لبقية المشروعات اللي تم تفقدها النهاردة، تفقدنا كمان مجمعات الخدمات الحكومية في الوحدة المحلية لقنبش.